أسئلتكم عن كورونا على وجه التحديد. الآن يجيبها ضيفي عبر خدمة سكايب من القاهرة، الدكتور إسلام عنان، دكتور اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة بجامعتي المستقبل وجامعة مصر الدولية. دكتور إسلام، أهلا بحضرتك، منورنا في نقطة حوار. وسأحاول أن استغل وقتي معك سريعا جدا، لدي الكثير من الأسئلة. دعني أبدأها بممدوح أرسل لنا مشاركة عبر تويتر، وممدوح له سؤال مرتبط بالكثير من الجدل سمعناه في الفترة الأخيرة. يسأل: هل شبكات الجيل الخامس أو الـ5G للمحمول تنقل العدوى أم لا، أو سبب في الفيروس أم لا؟ مساء الخير أستاذ محمد، مساء الخير لكل المشاهدين، وشكرا لكل اللي بعتوا لنا أسئلة. فكرة الـ5G هي الصراحة فكرة الكبائن الاتصالات فكرة قديمة وارتباطها بالصحة عامة، ودايما في جماعات بتربط الاتنين ببعض. القصة كلها بدأت بأن في دكتور فقط قال إن هل يا ترى في علاقة ما بين الـ5G تاورز اللي موجودة وما بين البلاد اللي حصل فيها تفشي الفيروس، خصوصا إن ووهان كانت أول دولة تجرب فيها الـ5G. فأنا عايز بس أقول للناس إن الأحسن لما ناخد المصادر بتاعتنا ما ناخدهاش من سوشيال ميديا وفيسبوك، أو إن حد قال ستيتمنت ظنية يعني بيقول يا ترى في علاقة ولا لا، لأن الموضوع ابتدى ينتشر جدا. بعد كده حد ياخدها، خدوها جماعة اللي هم الأنتي تكنولوجي تاورز وابتدوا يعملوها ينزلوها في السوشيال ميديا. بعد كده لقينا بعض السليبرتيز ابتدوا زي جون كوزاك مثلا ابتدى يتكلم عليها وحطها على تويتر، فابتدت تنتشر. بس هي ملهاش اي مصدر علمي، مفيش اي حاجه بتربط الاثنين ببعض. في انجلترا شفنا وبعض الدول ان الناس نزلت كسرت التاورز بتاعت الـ5G، وحتى يعني قالوا بعد كده التاورز اللي كسروها كانت 3G كمان مش 5G، فكسروا تاورز بالغلط. بس في مؤخرا يعني احنا عايزين نقول للناس خلي مصادرك دايما عن فيروس كورونا هي مصادر الرسمية. يعني إلى الآن ما في شيء مثبت يا دكتور فيما يتعلق بالـ5G. تمام، مش أي حاجة. طيب محمد أيضا من على نوافذ نقطة حوار كتب لنا لي سؤال: هل صحيح أن الفيروس يعلق في الهواء لثلاث ساعات؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف نقي أنفسنا عند استعمال المصاعد إذا، ويمكن أن يكون الهواء داخل المصعد محمل بالفيروس؟ أيضا سؤال أعتقد في الكثير من الشك نسمعه كثيرا يا دكتور. تمام، سؤال كويس، وخلينا نقولها بطريقة صريحة جدا: الفيروس لا ينتقل بالهواء. طب الفكرة بتاعت انتقال الهواء دي طلعت منين؟ طلعت من ان في ستادي، وهي على فكرة اعادة نشر لدراسة قديمة جدا، بتقول ان السعال بيوصل لغاية 8 متر. اول 2 متر ده بيبقى سعال برذاذ كبير الحجم، وده الجاذبية الارضية بتخليه على الاسطح، ومن هنا جت فكرة ان احنا لازم ننظف الاسطح بعد كده نطهرها. بعد كده الرذاذ الصغير بعد 2 متر اللي ممكن يوصل ل 8 متر بيفضل عالق في الهواء، بعد كده بيتبخر. الفكره كلها ان ده حاجه، ده العادي، ده العادي في اي سعال. البارتكلز او الجزيئات الصغيره دي ما بتعديش وبتتبخر. لغايه دلوقتي اللي اثبت علميا ان اللي بيعدي فقط هو الرذاذ الكبير اللي هو بينتقل من شخص لشخص في مسافه مترين. اي حاجه بعد مترين ده لا ينقل عدوى، لذلك لا يعلق في الهواء. عشان يعلق في الهواء محتاج كونديشنز وظروف معينه مش موجوده في كل بيوتنا ولا في الاسانسيرات ولا في اي حاجه. طيب ممكن تكون يعني موجوده في بعض المسافات. الفيروس لا يعلق في الهواء، نطمن محمد. وكذلك فكره ال 2 متر، لانه كان قيل ان نحن بالعكس بحاجه لمسافه اكبر للتباعد، واضح انها لا داعي لذلك ولا داعي للذعر، لان ما ثبت انه ينقل المرض الى الان هي الجزيئات الكبيره فقط. محمد ايضا له سؤال، محمد اخر، محمد دماج، يسال: هل ينتقل فيروس كورونا عبر ممارسه الجنس؟ تمام، فيروس كورونا ينتقل بالرذاذ فقط، الرذاذ اللي هو يعبر الجهاز التنفسي، وهو الانف والفم والعين. دي التلات سبل اللي يبقى فيه رذاذ من شخص مصاب لشخص سليم عشان يتنقل العدوى. اي حاجه تانية لا، لو قدرنا نحافظ ان مفيش رذاذ انتقل للتلات اماكن دول مفيش انتقال للعدوى. هناك أسئلة أيضا ليس فقط على السوشيال ميديا دكتور إسلام، لكن على الهاتف أيضا. خليني أرحب بمحمد من السودان لكي أسمع سؤاله معك. يا محمد أهلا وسهلا، وفضل اطرح سؤالك.
مساء الخير يا استاذ محمد عبد الحميد، مساء النور، التحيه ليك ولضيفك الكريم. اهلا وسهلا يا عزيزي، اهلا بيك، تفضل. الله يبارك. طبعا فيروس كورونا يعني ما شاء الله البي بي سي عملت له تغطيه يعني عظيمه ومفيده لكل المشاهدين، فالتحيه لكم كلكم. فيروس كورونا طبعا بعد الدراسات والبحوث التي اجريت نجده يعني لا يؤثر في الاطفال من الجنسين ولا يؤثر في شباب من الجنسين، ولقد افرط العالم كثيرا في عمليه الحجر الصحي. وعجبتني كثيرا يعني فكره بريطانيا منعت الغطيء، يعني يجب يعني ان لا نفرط في الحجر الصحي. واريد ان يعني اوجه سؤال لضيفك الكريم الدكتور، يعني هل الافضل فكره منعه الغطيء ام الحجر الصحي؟ وانا افضل ان يكون الحجر الصحي لكبار السن. خلي الدكتور يرد، انت بترد بالنيابه عنه يا محمد، انت تفضل شيء والصح او الغلط تسمعه من الدكتور اسلام، ارجوك. شكرا يا محمد، شرفتنا. مناعه القطيع ام الحجر الصحي؟ بس خد بالك ما تزعلش محمد يا دكتور اسلام، تفضل. خلينا ناخد مثال بريطانيا، انجلترا. انجلترا بدات في الاول بمناعه القطيع، قالت ان كده كان انتشار الفيروس هياخد دورته ويخلص، وبعد كده تراجعوا عن السياسه دي وابتدوا يفرضوا نفس الاحترازات اللي موجوده في كل الدول على مستوى العالم. طب هي الفكره في ايه؟ الفكره ان مناعه القطيع بتنفع لو كان الفيروس ما عندوش نسبه وفيات عاليه، ما عندوش مشكله في المستشفيات. احنا مشكلتنا على مستوى العالم هي في الرش، يعني كميه الاشخاص اللي هيبقوا محتاجين مستشفى لو عملنا مناعه قطيع، خصوصا هو صحيح ما بيصيبش الاطفال ويصيب نسبه قليله من الشباب، لكن هل السودان، مصر، اي وطن عربي او حتى اي بلد في العالم يستحمل ان كل كبار السن يبقوا محتاجين اجهزه تنفس صناعي ويخشوا المستشفى؟ هل المفروض ان احنا نضحي بكبار السن والناس اللي عندهم امراض مزمنه عشان نطبق سياسه القطيع وبالتالي نقول ان الاقتصاد هينتعش؟ انا في رايي ان هي هتبقى الميزان بتاعها غير عادل. لكن في نقطه كويسه ممكن نقول لمحمد عليها، هي فكره احنا البلاد اللي فيها اصابات عددها قليل زي بلاد كتير في الشرق الاوسط، المفروض ان هي تطبق سياسه الزونز زي ما الصين ابتدت تعمل دلوقتي، يعني كل زون اثبت ان هي لا يوجد فيها اي عدوى يتقفل عليها، ما يخرجش منها حد، ما تدخلهاش حد، والناس دي تنزل تبتدي تنتج وتشتغل. دي افضل في البلاد اللي فيها اصابات قليله عن مناعه القطيع. يعني العكس يا دكتور اسلام، يعني ربما فكره المناطق او الزونز كما تفضلت، اللي في بالنا انه يتم عزل المنطقه المصابه، لكن انت الان تطرح شيء معاكس، فكره يتم حمايه المنطقه السليمه ودي اللي تفضل تنتج وتحمي الاقتصاد. بالظبط كده، وده سببنا الوحيد في الشرق الاوسط، خصوصا احنا عندنا اصابات الحمد لله قليله مش عاليه في محافظات، يعني حاجه زي مصر مثلا احنا مش محتاجين نقفل كل المحافظات، وفي محافظات ممكن ما يكونش فيها ولا اصابه واحده. ما المحافظه دي تقدر تشتغل وتساعد اقتصاديا بقيه المحافظات. تمام، مفهوم. ده يعني من وجهه نظر اقتصاديه يعني. مليكه من المغرب لديها سؤال يا دكتور. يا مليكه اهلا وسهلا يا عزيزتي، وتفضلي اطرحي سؤالك. اهلا بك استاذ محمد، ومساء الخير للدكتور اسلام. انا عندي سؤالين مش سؤال واحد بس. ماشي، مسموح. السؤال الاول، يعني فيروس كورونا عندما يصيب الشخص ما تظهر عليه اعراض يعني انه حامل للفيروس، لكن هناك اشخاص حاملين للفيروس لكن لا تظهر عليهم الاعراض، هل هؤلاء الاشخاص الذين لا تظهر عليهم اعراض فيروس كورونا يستطيعون ان يعدوا يعني الناس اللي في المحيط بتاعهم؟ طيب ده الاول. السؤال الثاني، يعني هناك معلومه مؤخرا تقول ان الاشخاص الملقحين او اللي خدوا تطعيمات على داء الحصبه هل لديهم مناعه قوية مقارنة مع الآخرين في مقاومة فيروس كورونا؟ السؤالين مهمين جدا 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 يا مريكا، شكرا جزيلا. خليني أعطي مجال للدكتور يجيب، وبالمناسبة هو مش بس لقاح الحصبة، قيل حتى الدرن أو السل كذلك. خلينا نبدأ بالسؤال الأول يا دكتور إسلام، أرجوك فكرة إن اللي ما عندوش أعراض هل مازال يمكن يعدي، وإزاي يحمي الآخرين لو أنا ما عنديش أعراض؟ يعني خلينا نقول سريعا كده، في حاجه اسمها فتره حضانه الفيروس في فيروس كورونا المستجد. فتره حضانه الفيروس دي اللي هي تسبق ظهور الاعراض، يعني الشخص عنده الفيروس بس لسه ما ظهرش عليه اعراض، ممكن تستمر لغايه 14 يوم. 14 يوم ما فيش اعراض بس ممكن يعدي شخص اخر. ف
ففعلا فيروس كورونا في فترة الانكيوبيشن، فترة حضانة الفيروس بدون أعراض، يقدر يعدي. الشخص يقدر يحمي نفسه ازاي لو هو كان مخالط ل مثلا شخص عنده الفيروس وعمل تحليل البي سي ار مثلا ولسه مستني نتيجة او شاكك؟ هي فكرة العزل في مكان لوحده، طبعا مش هينفع ينزل من البيت ويختلط بآخرين لغاية ما النتيجة بتاعة البي سي ار او التحليل تظهر. في المكان نفسه اللي هو قاعد فيه محتاج ان هو يبقى قاعد في اوضه ما بيختلطش بحد، بياكل ويشرب في حاجات ديسبوزابل اللي هي بتترمي وبتستخدم مره بس واحده. هو يعني انا بس اي حد يتعامل معايا بكمامه اعتذر لغايه لك يا ما يطلع دكتور، التحليل. لانه اعتقد هو مليكه تقصد الشخص اللي ما عندوش اي اعراض. يعني انا اعزل نفسي ليه اذا كان ما عنديش اعراض اصلا بالاساس؟ لو حد كان مخالط، يعني مثلا حد اكتشف ان اخوه او اخته او حد قريبه طلع في التحليل بتاعه ايجابي وهو مخالط ليه، فهو في انتظار التحليل انه يطلع نتيجه، فهو ما عندوش اعراض. تمام. فبيعمل تحليل البي سي ار لغايه ما يتاكد، اول ما النتيجه تطلع ان هو سلبي خلاص يقدر ان هو يعمل اي حاجه. كده مفهوم لغايه ما جدا. النتيجه يعني تطلع يعزل نفسه مؤقتا. يعني كنوع من، يعني اذا اكتشفت ان انا في شخص قريب مني ايجابي، كنوع من الاجراءات الاحترازيه اقي نفسي بالعزل. سؤالها الثاني مهم يا دكتور، فكره تطعيم الحصبه وحتى تطعيم السل او الدرن انتشر ان هو وسيله للوقايه او بتدينا نوع من انواع المناعه، هل هذا مؤكد؟ هل هذا له اساس علمي؟ حتى الان ما فيش اي اثبات علمي يربط بين الاثنين. يعني هي كل الاستادز اللي اتعملت هي استادز بيسموها علاقيه كوريليشن، والدراسات اللي موجوده حتى الكوريليشن بتاعها مش قوي، لان في حاجات بنسميها في الاستاتستكس هي كونفاوندنج فاكتورز، يعني في عوامل اخرى مؤثره ان في اماكن البي سي جي الاصابات فيها قليله واماكن كان ما فيهاش بي سي جي والاصابات فيها عاليه. وفي بلاد زي ايران مثلا كان فيها التطعيم بتاع البي سي جي اجباري، مع ذلك نسبه الاصابات فيها عاليه جدا. فالترجيح ده قليل، لسه الاحتماليه بتاعته قليله ولم يؤكد، فما فيش اي حاجه علميه تؤكده. طيب، في بعض الاسئله مجموعه كده يا دكتور اعتقد ليها صله بشكل او باخر بهذه النقطه، فكره الاشياء اللي ممكن تحميني او تقيني او الاشياء اللي ممكن تكون نوع من انواع العلاج. كثيرون قالوا في بعض الاسئله عن العلاجات المتنوعه، تحديدا فكره عقار الهيدروكلوروكين وما يقال انه لدينا دواء ياباني الان يتم تطويره وكل الاشياء التي نسمع عنها. هل ايضا لها تاثير على علاج كورونا الى الان؟ تمام، خلينا يعني نقطه كويسه وهي اسئله كتير، يعني فصلها لثلاث حاجات: في وقايه وفي مصل وفي علاج. الوقايه دي ان انا فقط اتجنب الاماكن المزدحمه واخلي مناعتي كويسه. كلمه تزويد المناعه مش حاجه كويسه على فكره، المناعه لو زياده عن اللزوم دي مش حاجه كويسه، احسن بس الجهاز المناعي اخليه بالانس. الحاجه الثانيه المصل، في امصال كتير حاليا في تحت الانتاج، هي المفروض بتاخد فتره تقريبا 18 شهر لغايه ما تخلص. احنا حاليا امريكا والصين دخلت مراحل التجربه على الانسان، فدي ثلاث مراحل، اولى وثانيه وثالثه، وهتخلص في حدود زي الشهر ده السنه الجايه باذن الله، او ازيد شهر او اقل شهر. اوكسفورد قالوا ان هم احتمال يبقى عندهم مصل يخلص على سبتمبر، بس ده طبعا يعني احتمال بسيط جدا. بالنسبه للعلاجات، الهيدروكسيكلوروكين او كلوروكين ده دواء قديم للملاريا ودواء غريب شويه في طريقه تصرفه، هو مثلا دواء ملاريا بيقتل الطفيل بتاع الملاريا، مع ذلك اكتشف ان هو بيعالج الروماتيزم وبيعالج الذئبه الحمراء اللوبس، ومش عارفين بيعالجها ازاي. ودلوقتي لقوا ان هو بيحسن من الاعراض للشخص اللي عنده كوفيد 19 وبرضه مش عارفين ازاي. فدخل في حاجه بيسموها فاست تراك، ان هو يسرع الابروفل بتاعه، ان هو يبقى بيسموها ري بيربست، يعني يعاد استخدامه لهدف جديد اللي هو الكوفيد 19. والاف دي اي الغذاء والدواء الامريكيه وافقت على الموضوع ده وابتدى يستخدم في كل بروتوكولات العالم. طبعا هو نتائجه لسه مش قويه، وهو دواء قوي جدا محتاج كميه بريكوشنز واحتياطات رهيبه للبيشنت ان هو يقدر ياخده، وممنوع من مرضى كتير ان هو ياخده اللي عندهم مشاكل في القلب جامده ومحتاج ان هو يحلل الكبد والكلى وهكذا. فهو عقار قديم. الدواء الياباني الافيجان هو برضو دواء يستخدم انفلونزا الشديده، دواء ابروفد في اليابان وبعض الدول القليله الثانيه، وحاليا دخل مرحله التجارب السريريه كلينيكال ترايلز، هو لسه مش دواء الناس بتستخدمه عشان الناس اتلخبطت في الموضوع ده.
فهو الناس اللي خدوه ده خدوه فيز 1 كلينيكال ترايل، المرحله الاولى دي مرحله بتاخد لناس ما عندهمش مشاكل، ودي لسه قدامها مثلا 10 شهور، يعني لو تم تسريحها تبقى 3 4 شهور عشان يستخدم استخدام كامل للدواء. طيب سوري، هو انا فيز ما 3 زال معايا حاليا. اسئله كتير يا دكتور، انا اسف ان انا انا بقاطعك، هرد بسرعه وبعد لكن كده. عايز قدر الامكان اخد اسئله. محمد عبد الحميد معايا على الهاتف من اليمن، واهتم بيه يا دكتور عشان اسمه على اسمي لو سمحت. محمد اتفضل. السلام عليكم استاذ محمد. عليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضل يا عزيزي. عزيزي، بس عندي سؤال مهم جدا للدكتور اسلام، خصوصا للحالات المتوفيه من فيروس كورونا. نعرف الكثير من الجثث تم التخلص منها من خلال الحرق او الدفن دون وداع. يعني انا سؤالي علميا للدكتور اسلام، هل يمكن انتقال عدوى فيروس كورونا عن طريق الاشخاص المتوفين من الفيروس؟ ده سؤال مهم جدا يا محمد، اشكرك شكرا جزيلا. واعتقد دكتور انت متابع الضجه الكبيره اللي حصلت حتى في مصر، ورفض البعض لدفن الموتى اللي كانوا مصابين بكورونا. هل ينتقل كورونا عن طريق الموتى؟ لا ينتقل عن طريق الموتى، الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ. الجثه، الشخص اللي كان عنده كوفيد 19 حتى بتغسل، مفيش مشكله، بس بتغسل وحد لابس زي لبس التجهيز المستشفيات بي بي اي، والازهر طلع فتاوي كتير، مع كده بيتدفن وبيتصلى عليه عادي جدا. والفيروس عموما بيعيش جوه خليه حيه، فاول ما الهوست العائل بتاع الشخص نفسه بيموت، الفيروس نفسه بيموت، فالفيروس اصلا ما بيبقاش حي. فالحاجه الوحيده، انا دايما كنت حد سالني السؤال ده لسه امبارح، بقول له الحاجه الوحيده اللي تخلي ان جثه تعديك ان هي تقوم تعطس في وشك وتموت تاني، يعني ده الحل الوحيد. فالجثث شيء لا غريب، تنقل. لان احنا بنكرر كثيرا هذه النقطه، وما زلنا نرى ممارسات زي اللي شفناها حضرتك، والاعتراض على مجرد حتى دفن الموت. للاسف واضح ان في خوف وهلع شديد. خليني اسمع سؤال جهاد يا دكتور، لانه سؤال ايضا نسمعه كثيرا. جهاد يسال او تسال، هل يكتسب المتعافي مناعه تحول دون إصابته مرة أخرى؟ ده سؤال حلو جدا. بس عموما في كل الفيروسات احنا ما عندناش مناعة كاملة. قارنه دايما بالانفلونزا، يعني هل الشخص ممكن يجي له انفلونزا في نفس الموسم مرتين؟ اه، اوقات بيحصل. هل بيحصل كل موسم نفس العدوى؟ بيحصل كل موسم نفس الشخص ممكن يجي له نفس الانفلونزا مختلفة. الفيروس بيتحور وسرعة تحوره مش معروفة، فينفع ان الشخص يجي له، بس هي فرصة انه يجي له في نفس الموسم قليلة جدا. وده اللي لسه بيبحثوا فيه. هم لقوا بعض الناس جالهم الفيروس كورونا وخفوا، وبعد كده جالهم تاني، كان بوزيتيف تاني. فده حاجه وارده زيها زي الانفلونزا، بس فرصتها بتبقى قليله جدا. هل ده معناه ان الموسم الجاي بقى ممكن حد يجي له؟ اه، الموسم الجاي تمام. احنا كل سنه بنعمل مصل جديد للانفلونزا، لان الفيروس نفسه بيتحور يبقى فيروس جديد. في 10 ثواني يا دكتور آخر سؤال علي، إذا كان الفيروس بعد الموجة دي انتهى إلى الأبد، أم يمكن أن يعود في موجة جديدة ربما أكثر شراسة؟ موجة جديدة وإن شاء الله أقل شراسة، زي ما حصل مع الإنفلونزا الإسبانية والطيور والخنازير، كلها جت في موجات أخرى لكنها أقل شراسة وبتعدي على طول، مفيش أي مشكلة. شرفتنا يا دكتور، شكرا جزيلا. شكرا. دكتور شكرا. إسلام عنان، دكتور اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعتي المستقبل ومصر الدولية، جزيل الشكر. حاولنا أن نجيب على أكبر عدد ممكن من الأسئلة. استمروا في الإدلاء بآرائكم على نوافذ نقطة حوار الإلكترونية المختلفة، وابعثوا حتى بالأسئلة، لأن كورونا سؤال وجواب سيتواصل بالتأكيد معنا في نقطة حوار في حلقات أخرى. أنا بعد قليل أتواصل معكم على راديو بي بي سي والمزيد من الاتصالات.